أي لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على النحو التالي: السيدة عشا التواكي، السيدة با ورنكا، السيد ديدي والبنعامة، السيد عثمان والبيجل، السيد حمود عبد الله بوه، السيدة جميلة بكم، السيد محمد عبد الرحمن والعبيد، السيد مولاي أحمد والشيقر، السيد موسى تياو، السيد سيدي عبد الله والمحبوبي، السيد الطيب أمينة. هذا وأشرف رئيس المجلس الدستوري الأستاذ صغير المبارك عصر اليوم بمقر المجلس في نواكشوط على تأدية أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لليمين الدستورية. جرى أداء اليمين بحضور أعضاء المجلس الدستوري وعدد من قادة الأحزاب السياسية الوطنية. جلسة علنية للمجلس الدستوري برئاسة رئيسه الأستاذ صقير المبارك بمقر المجلس في نواكشوط خصصت لتأدية أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لليمين القانونية. وهكذا دعا رئيس المجلس الأعضاء 11 كلا على حدة إلى أداء اليمين الدستورية. أعلن على بركة الله افتتاح الجلسة العلنية للمجلس الدستوري المخصصة لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في اللجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشكرا. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في اللجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في اللجنة المستقلة للانتخابات وشكرا. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشكرا. أعلن اعتمادك عضوا في لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. بسم الله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشكرا. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشكرا. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل،
وأن أذابلها بحياة تامة مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في اللجنة التسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وشكرا. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا للجنة التسيير للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وشكرا. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات، وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي. أعلن اعتمادك عضوا في لجنة التسيير للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأشكرك. ليعلن رئيس المجلس بعد ذلك اعتماد الأعضاء المذكورين في عضوية لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. حفل أداء اليمين القانونية جرى بحضور أعضاء المجلس الدستوري وعدد من قادة الأحزاب السياسية.